معكم مشاهدين احنا دائما بنقول انه اي مكان في السودان بنكرر دائما عنده محمول الثقافي يعني وبصوره المختلفه بتكون تشكل انسان السودان النبيل الجميل. خاصه المكان لو لو انت منه يعني آه. هل عرفته آه ايه؟ كوسي <applause> معناته <applause> واحده ممكن نعزم كل هي يعني احنا فعليا ماشيين يعني معظم الناس اللي بيكونوا دائما يعني في زياره للنيل الابيض بقول لهم السمك أو في الرواكب تحت السمك فأصبحت مزار سياحي بالنسبة لسكان المنطقة لكل الزوار بالنسبة لمدينة كوس أولة النيل الأبيض نعم نشاهد هذا التقرير السمك في كوس دي معالم لا يمكن تجاوزها نشاهد إلى جانب هذا النيل الممتد شمالا وجنوبا حباه الله بمناخ مزدوج جمع ما بين السافنة الغنية وشبه الصحراوي هذه العوامل الطبيعية أكسبتها خصوبة وثراء في إنتاجها من الثروة السمكية، فهذه المجموعة من الصيادين لا تجد عناءً كثيراً في صيد البلطي والجراجير والكأس والبياضة والعجل وغيرها من أنواع الأسماك الشهية التي يسخر بها هذا النيل وجعلت منه سوقاً رائجاً للتجار من مدينة غولي شمالاً وحتى جودة جنوباً. فهنا في مدينة كوستي وفي هذا المكان تحديدا الذي يطلقون عليه اسم المشرع أو مشرع أبو زيد أو مخاضة أبو زيد. نسبة لمياه النيل التي تغمر المكان في أيام الخريف ولأبي زيد أحد الصيادين الأوائل في هذه المنطقة حسب ما يردد أهالي المدينة. في هذا المكان يجمع الصيادون ما تحصلوا عليه من رحلة صيدهم التي لا تتجاوز الساعات. لينثروا ما جمعوا امام التجار الذين يقومون بتحديد الكميات والاصناف المطلوبه للشراء. وعمليه البيع والشراء اما ان تتم هنا في المشرع او في هذه الجزاره التقليديه المعروفه بجزر السمك. بحسب الخدمه الطويله في مجال الصيد والبيع والشراء يسهل على السماك التعرف على نوع السمكه. وذلك من خلال حجمها او طولها او عن طريق شكل الفم وامتدادات الزعانف فهذه السمكه ذات الحجم الكبير يسمونها العجل وهذه ذات الفم المشقوق يطلقون عليها خشم البنات وذلك بجامعة الصقر في كل فريق بحث من كليه التقانة بجامعه النيلين التقيناهم في هذه يقومون بدراسة الشكل الظاهري للأنواع المختلفة للأسماك خاصة سمكة الكأس التي تحمل اللون الزهري وزوائد الحمراء والتي يكثر استخدامها في إنتاج ما يعرف بالفسيخ السوداني حدثونا عن خصوصية البحيرة النيلية التي تحتضن المخزون الطبيعي لمدينة كوستي من الأسماك أما هنا في هذه التي طالما اجتذبت الكثيرين الى هذا المكان المعروف برواكيب السمك في مدينه كوستي نار موقده واقداح مليئه بالزيت تغازل اسماك البلطي بعد نظافتها على ايدي الصبيه العاملين في المكان واضافه التوابل اللازمه ليصبح الصبر عصيا على جمهور الزبائن المحتشدين في المكان بجانب ما تقدمه الرواكيب من اصناف شهيه من الاسماك أهل كوستي جعلوا منها ساحة للتلاقي وظلاً ظليلاً يستريحون لديه من وعثاء العمل وصخب المدينة، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك في شأن السمك بمدينة كوستي والزهو بالأجواء العفوية التي يجدونها هنا بحيث يقدمون الدعوة للأهل وللأصدقاء في ولايات مجاورة لتناول وجبة الإفطار في رواكيب كوستي. توسط مدينة كوستي لولاية النيل الأبيض وشبكة الطرق البرية والنهرية والحديدية التي تربطها بمدن الولاية الأخرى وبالولايات المجاورة لها كالخرطوم وسنار وشمال وجنوب كردفان وولايات الجنوب، فتح الباب واسعا أمام الولايات الأخرى في الارتباط الدائم برواكيب كوستي وما تقدمه من أصناف شهية من الأسماك. اهلا مجددا مشاهدينا تحيه الوضع والاحترام لكل اهلنا في بحر ابيض بالتحديد في كوستي ونحن تكلمنا عن الكواكب عن التقرير ده الاسماك غير المدار السياحي الكبير يعني نشير للجهات المسؤوله لازم تحتني جيدا لانه في واجهه سياحيه جميله سواء كان عن طريق النغل النهري او الامتداد بتاع رواكيب السمك يعني ممكن نستفيد منها وممكن تشكل دخل قومي بالنسبه للمنطقه وتساعد لنا في حل حلحله كثير جدا من المشاكل اللي بتكون موجوده في المنطقه